على الرغم من عوامل التعرية التي مرت بها المنطقة، إلا أن منازل القرية أظهرت شيئاً من المقاومة، فهي ما زالت تحتفظ بتفاصيل هيكلها الخارجي، تراها متشابهة، وكأن يداً واحدة قد بنتها لا تفرق بين منزل وآخر، كما لو أنك لا تميز بين شقيق وشقيقه. أما طريقة بنائها فهي واحدة، إذ تعتمد على الحصى والطين للجدران، إذ ليس من السهل توافر المياه، فكانوا يجلبونها من البحر. ولأن طريقة البناء صعبة وتتطلب جهداً كبيراً، فسكان المنطقة تعاونوا فيما بينهم لبناء المنازل، حيث وزعوا المهام اليومية مظهرين العادات والتقاليد الأصيلة. أما سقف البيوت فقد امتزج الخشب والقش ليشكلا غطاء متماسكا صلبا لساكنيها، وما إن تجلس تحت هذه الأسقف حتى يجذبك حنين إلى هناك مرة أخرى، حيث السمرات الليلية والأحاديث التي جمعت الأصدقاء والخلان وما زالت تخبئ بين ثناياها الكثير.